لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك جمال الفال ليصلكم كل جديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. في هذا الفيديو غادي نوريكم واحد اللعيبه، واحد التويشيه تخلي اي واحد يتمناك في حياته، ماشي غير هكا، تخلي اي واحد يفكر فيك. شكون هذا الواحد؟ ملخص لك ان واحد الانسان اللي انت كتبغيه كيعجبك، يعني حاط عليه العين، ولا شي واحد اللي انت مثلا كتحترمو، ما يعني ماشي كتحترمو، بغيتي يعني يلاحظك في الخدمه ولا في شي حاجه، خصو يلاحظك. بعدا الا كنتو كتشاهد الفيديو اول مره ما تنساوش ديروا الاشتراك وكليكيو على الجرس وصلكم جديد الفيديوهات ديالنا في التليفون ان فوا لونسي. اليوم غادي نهضر على واحد رساله وصلتني، هما رسائل كيوصلوا ملي تشوفوني انا جالس هاد الجلسه هكا، عرفوني يعني راه هاو مخصص دابا ساعه باش كندخل كنجاوب الناس، ساعه عندي في النهار اجابه الرسائل. ومني كنجاوب على شي يعني كيوصلوني بزاف ديال الرسائل بحال خصني ندير عليهم فيديو باش ما منعاودش نوصلوني ديك الرسائل باش الناس يفهموا. كتلقى مثلا شي دري شي ولد تيقول لك واحد البنت محدي انا كندفع عليها كبير، محدي انا كنقول لها انا راه ما خدامش ليك، ما نصلحش ليك، ما حتى هي كتقرب مني، ما حتى هي باغاني. وتجي عندك دري اخر تقول لك محدي انا ديك البنت يعني كنعطيها وكنعطيها ونسول فيها ونهتم بها ما مسوقاش ليا، وكيجي غير شي واحد جوج كلمات صافي كتولي تهضر معاه وكذا، شنو الفرق بيني وبين داك السيد؟ ماشي انا خفت لا نعطيكم مثال تقولوا هذا كيتكبر ولا شي حاجه، انا نعطيكم مثال وكل واحد حر في راسه. انا كنت تعرفت على واحد البنت، اقسم لكم بالله العلي العظيم الا هذه حقيقه اللي غنعاود لكم، تعرفت على واحد البنت، وواحد البنت زواونه، ثقوا بيا ملي نقول لكم راها زواونه الاخوان، راها زواونه يعني قرطاسه ديال بصح. ديك البنت يعني عايشه واحد العيشه ديال الرفاهيه، والديها ما مخصوصينش مهلين فيها البنت، اي واحد يتمناها، بيضه حتى هي والزعوريه وكذا والطوله والزين عوينات خضرين، يعني بنت اللي انا كنت كنحلم بها ملي كنت صغير، تنقول هاد البنت هاد ما عرف، كنت شفت يعني غير الصور ديالي الراسه يعني اجوطاتني، انا تنقول راه واقيلا شي دري، ما يمكنش هاد البنت هادي كامله اجوطيني انا، ويلي هادي تقريبا راه مده، دابا تقريبا راه شي 3 سنين ما في 4 سنين ما قلتش. المهم باش ما ندخلوش لي ديطاي بزاف، انا كنعاود لكم غير تجربه وغادي ندخلوا في داكشي اللي بغيت نوصل لكم. كنشوف انا عندها بزاف يعني الدراري كيبغيو يهضروا معاها، البنت راسها تواصلت معايا السلام، قلت لها السلام صافا وي الحمد لله يا طوال الحمد لله، انا قلت راه دري باغي يحرش بيا هضرت قاصح نيشان حيت ما يمكنش، جات قالت لي واش بصح انت اللي في التصويره، قلت لها شنو هذا طنز ولا شنو هذا، هضرت معها قاصح قالت لي لا خويا، قالت لي انا غير كنسولك واش انت اللي في التصويره، عجبتني واحد التصويره، كانت واحد التصويره ديال النظاظر، ملي كانت واحد التصويره نيت زوينه، قالت لي راه عجبتني وبغيت نتعرف عليك، فين كتسكن؟ في الرباط، حتى انا قريبه الرباط، طا 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 شنو كدير شنو كديري، هذه 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 هذه. بعد قلت لها سمحي لي راه ما تيقتش بلي هادو تصاورك، بدات كتصيفط لي التصاوره وصيفطت لي فيديو ديالها، ملي صيفطت الفيديو صافي تيقت، بقينا هكاك مني منك انا ما عمرني زعمت انني نقول لها راكي زوينه ولا راكي عجبتيني ولا هادي ولا هادي. حيت شنو قلت؟ قلت هادي يعني كيف كيقول اي دري، قلت هادي راه يكون شي واحد تيعرف عنده شي حديده وكذا وهادي وهادي، يعني راه السيده راه ضروري غيكون عندها شي واحد اللي كتعرفو ولا هادي، يعني ديك ديما في الكلوب ديما خارجه مع راسها الطوموبيل وهادي، السيده مسافره ديما كتلوح تصاورة في الدول وما عرفت فين، قلت ويلي هادي الا انا نقولها لها غدا تضحك عليا، يعني ما نخسرش الصداقه ديالها، بقيت كنتعامل معاها عادي، والبنت ما حد انا كنتعامل معاها عادي، ما حد البنت كتعلق، ما حد البنت يعني ولات هي كتدور التليفون ما بقاش كيسكت، يعني بالليل ديما لي زابيل وهادي، قلت ويلي مالها حتى واحد النهار وهي تجيني نيشان، قالت لي يا جمال ما نكذبش عليك راه وليت كنرتاح معاك، وليت كنحس بشي حاجه جهتك هذه 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 هذه، وكنا بدينا كنتلاقاو، تلاقينا مع شي 3 مرات ولا 2 مرات، يعني انا تعاملت عادي كصديق، انا تبهت
او قاعد اظهر. انا عارفكم دابا كتضحكوا عليا، او قاعد اظهر ما يمكنش. بديت كنقول لها راه ما فهمتش واش كتهضري مني تقول داكشي. قالت لي اه راك عجبتيني وهكا 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 وهكا. واش كتعرف حتى شي بنت؟ قلت لها ما كنعرف حتى شي وحده. المهم قالت لي اش بان لك؟ الجواب ديالي كي كان ديك الساعه، قلت لها شوفي انا نجيك الصراحه، انا الا كنت غادي ندخل في شي علاقه غادي نحاول انني ندخل في الزواج. يعني عييت من التبرهيس، عييت من التصاحب، حيت نفس السيناريو كيدور وكنرجعو نفس النقطه. يعني قلت لها ما نقدرش. قالت لي علاش وهذه وهذه. قلت لها انت عايشه واحد العيشه ديال الملوك، عايشه واحد العيشه في واحد العالم اخر، انا معول على راسي، انا راه حتى الخدمه باقي ما مدبرش عليها. قلت لها راه انا راه ما يمكنش انا نكون بحال باك. باك راه تيعطيك 500 درهم في النار. انا يا ربي يا ربي نطلع انا 50 درهم ولا 100 درهم ديالي في النار وشوف تشوف وشوف تشوف. لباس اللي كتلبسي انا ما نلبسوش لك. قلت لها ولا انا جيت يعني مثلا تصاحبت معاك راه غنضيع لك وقتك وغنضيع وقتي. قالت لي شنو زعما مانيت هادي زعما؟ لا قلت لها ماشي لا ولا هادي، انا فريمون كتعجبيني وهاد. وقلت لها عاودت لها يعني الرياكسيون ديالي نهار الاول هضرت معاها وداك الشيء بلي راه عجبتني، ولكن حاول نخلي واحد لا ديستونس يعني بحال شي حاجه عجبتني واحد الحلم واللي ما قدرش عليه. يعني كل رحم الله ابدا ما عرف قدره، فهمتي؟ المهم ما قال بحال هكا. هنا فين قفرتها؟ شنو وقع هنا من بعد؟ البنت كثرت من المكالمات، كثرت من الميساجات اللي مشيت ليه، ولات كتطلب انها دير معايا شي حوايج في شكل يعني زاد ما زاد تعلقات. شنو اللي بغيت نوصل لكم من هنا الاخوان؟ شنو الرساله اللي بغيت نوصل لكم من التجربه؟ اقسم لكم بالله لا حقيقيه التجربه هذه، قسما بالله العلي العظيم. شنو بغيت نوصل لكم من هذه الرساله؟ انه كله ممنوع مرغوب. كتسمع شي بنات مثلا كتقول لك في ميساج بحال واحد الميساج وصلني، جمال واحد الدري انا معاه سنين هذه وانا كنعرفو سنين كنعرفو، كان ديما الاهتمام ديما هادي ديما هادي ديما هادي، امي كيطلب مني شي حاجه مثلا نخرجوا يعنقني ولا تنقول لي لا، تنقول لي لا ما بغيتش، تقول لي اجي عندي للدار لا. قالت لي كيسبني كيصهر عليا كيمشي، من بعد كيرجع كيقول لي سمحي لي انا ما نلقاش شي وحده بحالك، انا هادي انا هادي انا هادي. عاوتاني كيقول لي يطلب مني شي حاجه كنتسيف عليه، كيمشي كيتصور مع شي بنت، كيمشي مثلا يفسد معاها ولا يدير معاها شي حاجه خايبه، ومن بعد واحد المده قصيره كيجي عاوتاني تيقول لي انا كنبغيك انا هادي انا هادي. اللي بغيت نقول لكم الاخوان الدراري البنات متتبعي قناه جماعه الفا، ما تنساوش ديروا اشتراكه. اللي بغيت نقول لكم هذا الشيء كامل راه الحاجه اللي حنا ما تنجربوهاش كنبقاو نفكروا فيها، راه الحاجه اللي كترفضنا راه هي اللي كنبقاو نفكروا فيها، هي اللي كتكون قدامنا. نعطيكم مثال بحال ديال القائد مثلا، شي واحد كابيتان ديال واحد الفرقه، هو اللي كتلقاه ديما في الصف الاول، ملي كتلقى الاتباع ديالو، الاتباع ديالو راه ولاو موراه، راه ولاو موراه يعني صافي، راه ولاو ورا ظهرو، راه ديالو. يعني انت ملي ان فوا تخضع راك انت اللور. شكون اللي كيبقى القدام؟ اللي كيبقى القدام هو اللي كيرفضك، ولكن بالعقل ماشي بالقمع، ماشي بالقمع ولا شي حاجه يعني ديال شي حاجه ديال مثلا الحركات الصبيانيه ولا هادي، راكم عارفين شنو غنقصد. ماشي تقمع ولا تقول صافي انا نقمع فيه راه صافي غيولي يبغيني غيولي يحماق عليا، لا 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 لا. نهضر معاه بنادم وبالعقل. الحاجه يعني اللي ما كتدخلش للدماغ، اللي ما كيتقبلهاش العقل، اللي مثلا فيها الحرام ولا شي حاجه خايبه رفضها. الحاجه اللي غادي تاديني انا رفضها، حاجه اللي هي مقبوله اه علاش لا، ما نكونش انا عاوتاني متعنت. حيت الا بقيتي ديما كترفض 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 يعني الا اسباب اللي ريا هي اللي كتكون واهيه، واحد غادي يقلب وجهه غيمشي يقول هذا حمقه ولا هذا حمق. اما الا كنتي انت كترفض وعندك اسباب مقنعه بالعكس غتزاد القيمه ديالك، غتزاد القيمه ديالك. هنا انا درت لكم ديك القصه، درتها للدراري باش تفهموا واحد القضيه، ان كتعطي واحد القيمه لراسك وكتعرف القدر ديالك، وكتحاول انك انت ما تكونش مدلول، كتكون عندك كلمه، كتكون عندك الجرأة انك تقول شنو كاين.
كل شيء غادي يحترمك، كل شيء غادي يبغيك. والبنت ملي كتكون عندها الجرأة أنها تحمي راسها بيديها، كتكون عندها يعني الجرأة أنها تقدر تكون يعني تقول ما كتابش كاع مثلا نكون مع فلان، انا مستعد نعيش بوحدي، راه ماشي هو اللي غيجيب لي الاكسجين ولا غيجيب لي الماكله ولا ديالي، انا ماشي هو يديا ولا رجليا، يعني انا نقدر نعول على راسي. يعني شي حاجه اللي كتقول لي بدا الا كان هو غياديني ما نخليهش، غادي تخليه بز منه غيولي يفكر فيك، وفي الاخير غادي يقول كاع البنات كاملين سواسيه اللي جاوا موراه، واني غير ديك البنت اللي بقات بوحدها. علاش؟ حيت هي سبيسيال. من بعد الراجل ملي كيفكر انه يتزوج بنت سبيسيال. داكشي علاش ديروا جيم على الفيديو وضعوا التعليق ديالكم على الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم. جاب لك ربي كي تخطيني غادي نموت، شفتيني نعشق صفوت، قلتي خلاص جبتيني على راسي، انا اللي بغيت انا اللي بغيت. يا با يا ما وش حنايت صبر وش عالس